لموضوع اشرف بن شرقي. امير توفيق النهارده قال يا جماعه ما فيش مفاوضات ومركزين في نهائي افريقيا، ولم ينفي ولم يؤكد. وامير توفيق اتكلم كلام مهم جدا في تصريحات اعلاميه، وقال اشرف بن شرقي لاعب كبير ويتمنى اي نادي، وكلام من هذا القبيل. طيب زميلنا مصطفى حسين خليل، زميلنا العزيز وصديقي العزيز، بتابع معاه هذا الملف. وطبعا وعمر ربيع ياسين كان كتب ان اشرف بن شرقي في الاهلي، وكمان في كلام مهم جدا النهارده رئيس نادي الزمالك الاستاذ مرتضى منصور وهو طالع من المحكمه، موقع تحيا مصر سالوا بعض الاسئله منهم مفاوضات اشرف بن شرقي مع الاهلي، فقال رئيس نادي الزمالك ما اقدرش الومه، الراجل عقده هيخلص معانا ومن حقه يتكلم مع اي نادي هو شايفه. في روايه ثالثه طلعت، محمد مغربي صديقنا العزيز عضو الجمعيه العموميه في النادي الاهلي كتب على صفحته روايه مختلفه، قال يا جماعه الخير على مسؤوليتي بنسبه 100% موضوع توقيع اشرف بن شرقي للاهلي اشاعه زملكاويه، علشان لو نجح ويجددوا مع الزمالك هيتقال خطفناه من الاهلي، ولو فشلوا في التجديد يبقى مهيئين الراي العام انه هو رايح الاهلي. مصطفى حسين خليل من زمايلنا المحترمين اللي هو بيجتهد وبيجيب اخبار من المصدر بشكل موثق. اتكلمت مع مصطفى وعنده كواليس هذا الموضوع. استاذ مصطفى، مصطفى حسين خليل صديقي العزيز، ازيك يا درش؟ ازيك يا استاذ ناصر؟ ازي حضرتك، وبتشرف بوجودي مع حضرتك وبرحب بكل الناس المتابعين لحضرتك المحترمين. ربنا يخليك. ايه قصه اشرف بن شرقي؟ لان في كذا روايه، يعني رشيد طيب. اخوه يرفض التعليق، ورفض التعليق زي ما بيقول لك السكوت علامه الرضا. امير توفيق نفى على استحياء، نفي كل مره بتاع، يعني ايه لما تشوفوه ماسك الفلنة يبقى اعرفوا انه في الاهلي. روايات كتيرة جدا، فصل الخطاب وتفاصيل اشرف بن شرقي ايه؟ طيب في البداية كده خلينا نكون متفقين ان النادي الاهلي بيتكلم في الملف بتاع اشرف بن شرقي من شهر 11 اللي فات، عشان خاطر كان استعدادا ان هو خلاص اللعيب ممكن يحضر، يعني يقول على وجهته اللي جايه في الشتاء في يناير يعني. وبالتالي النادي الاهلي لما جس النبض بتاع اشرف بن شرقي عن طريق الوكيل اعماله وعن طريق اخوه من جانب اداره التسويق في النادي الاهلي، فكان الرد بتاعهم ان هم اوكي ما عندهمش مشكله ان اشرف بن شرقي يكون موجود في الاهلي، لكن كانوا طالبين 2 مليون دولار. وده الرقم اللي النادي الاهلي كان رفضه، وبناء عليه كانوا قفلوا الملف بتاع اشرف بن شرقي الفتره، وقال لك احنا عندنا سقف في التعاقدات. زي ما حضرتك عارف النادي الاهلي عنده سقف في التعاقدات، الفئه الاولى مليون ونص دولار محدش بيتعداها، ودي اللي بياخدها علي معلول. فبالتالي هم كانوا رفضوا الامر تماما وقفلوا الملف ده. دخل موضوع بن شرقي مع وجود مجلس اداره للزمالك الجديد، كان هو المستشار مرتضى منصور كان صرح وقال انا فور نجاحي في الانتخابات، والتصريح ده موجود الناس كلها شافته، يعني قال لك انا فور نجاحي في الانتخابات اول حاجه هعملها جمهور الزمالك ان انا هجدد مع اشرف بن شرقي ومفيش مشكله في التجديد معاه، وانا متفق معاه على كل التفاصيل وامير واحمد والكلام اللي احنا دايما كنا بنسمعه ده. وبالتالي لما هو نجح في الانتخابات هم اتكلموا اربع مرات بالظبط مع اشرف بن شرقي وعقدوا معاه اربع جلسات، ده بالنسبه لنادي الزمالك، وفشلت الاربع جلسات في بالنسبه للتجديد. اشرف بن شرقي عشان نكون كلنا واضحين مع بعض كان وجهته ان هو عايز يخرج بره مصر بعد ما النادي الاهلي كان رفض الرقم بتاع 2 مليون، لكن بعد ما طلعت الاخبار بتاع التاكيد ان اللعيبه ممكن تكمل لغايه نهايه اغسطس، فبالتالي هيفشل انتقاله لاي دوري اخر، لان الدوريات كلها بتبدا قبل الفتره دي. يعني احنا بننهي الدوري بتاعنا 30 اغسطس، لكن الدوريات كلها بتكون بتبدا بقى الدوري الجديد بتاعها زي ما حضرتك عارف. وبالتالي اشرف بن شرقي يعني موضوع ان هو كان يروح الخليج او الامارات او قطر او كده، الموضوع ده اتقفل تماما والموضوع ما عادش فيه اي كلام. فبالتالي حب ان هو الموضوع يرجع تاني بالنسبه للنادي الاهلي، فاتكلمهم في
ممكن يكون الرقم 1,800,000 عن طريق ان هو يدفع 1,500,000 دولار، ويبقى فيه 300,000 دولار دول هديه للتعاقد. وكان رد امير توفيق قاطع وقال احنا ما عندناش حاجه في الاهلي اسمها ان انا ادي هديه او ادي هديه تعاقد، احنا سقف التعاقدات عندنا الرقم المعين ده. اتقفل برضو الموضوع تاني ورجع اتفتح بعد 3 4 ايام. كان حصل جلسة اخيرة ودي محدش لسه اتكلم فيها، لكن انا وعدي لحضرتك ان كل الناس هتتكلم فيها بعد كده بعد ما الكواليس دي تنتشر. يعني امير توفيق كان بيتكلم مع امير مرتضى كان بيتكلم مع اشرف بن شرقي وقال له انت ممكن تمد معانا العقد شوية عشان خاطر ان عايزين نفنش معاك الدوري وتفنش معانا الدوري. هو مد الشهرين وكمان وسط وموسط شيكابالا في الموضوع بالظبط كده، قال له تمد معانا المهله شويه لمده شهرين. وده كان قبل ما احمد دياب في رابطه الانديه كان يعلن عن موضوع العقود والفصل ما بينها تنتهي 30/6 او بنهايه الموسم، فهم كانوا بيجسوا نبض اشرف بن شرقي. فكان رد اشرف بن شرقي كان غريب جدا 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 جدا، وانا على يقين بكل كلمه بقولها لك، قال له ويعني لو الاهلي قابل الزمالك في اي دور من الادوار الاقصائيه في كاس مصر بعد الفتره دي. فده كان إشارة إن هو بيحاول يستفز فيها أمير مرتضى، إن هو في اتجاه إن في نية إنه يروح النادي الأهلي، أو هو بالفعل موقع مع النادي الأهلي. وبالفعل كان من بالظبط 48 ساعة حصل جلسة ما بين الوكيل أعمال أشرف بن شرقي وبين شقيق أشرف بن شرقي وبين أمير توفيق، وخلينا نحدد الأسماء بالظبط كده، وكيل أعمال وشقيق أشرف بن شرقي وما بين أمير توفيق، وقالوا إن هم موافقين على طلبات النادي الأهلي وعلى شروط النادي الأهلي، والنادي الاهلي رفض ان هو يعلن عن اي حاجه عن التفاصيل. وكان الرد من امير توفيق ان اوكي احنا جبنا الموافقه من الامير الفني وما عندناش مشكله انك انت تكون موجود في النادي الاهلي طالما بشروطنا، لكن كان في حاجه مهمه جدا جدا، والجزئيه دي برضو وعدي من حضرتك ان كله هيتكلم فيها الفتره اللي جايه، ان هم قالوا له ان احنا في خلال الفتره اللي جايه دي احنا هنتابع الموضوع بتاع الانضباط بتاعك والسلوك والشغل الفني بتاعك، واحنا عارفين ان احنا لو اعلنا من دلوقتي ان بشكل رسمي انك انت بقيت موجود، او لو الخبر انتشر بشكل مؤكد انك انت موجود معانا، ممكن يحصل شيء من التأثير الفني عليك مع فريق الزمالك، ان ممكن ما يستعملوش بك الفترة اللي جاية، ممكن يحاولوا يأثروا عليك انك انت تكون متواجد دايما خارج التشكيل عشان مستواك يتراجع، لان انت عارف حضرتك ان عشان اللاعب ينضم للاهلي فهيبقى اول تواجد رسمي له بعد 30/8، فبالتالي هم محتاجين الفترة دي اللي ما يبقاش فيها اي تأثير تماما على اللاعب. لكن حتة ان اللاعب وقع، انا بأكد لحضرتك ان اللاعب وقع مع النادي الاهلي 3 مواسم 1,500,000 دولار، زي ما كان النادي الاهلي عارض اول عرض عليه، ما غيرش اي حاجة في اتفاقاته. موضوع ان امير توفيق بينفي توقيع اشرف بن شرقي ده شيء لوجيك جدا وشيء منطقي، إن وده طبيعي. هو من امتى امير اكد صفقة؟ ما هو ده شيء طبيعي يعني. بالعكس من عوامل صحة كلامك نفي امير، يعني قصدي خلي بالك في اسلوبين لنفي امير، في نفي مطلق وفي نفي ماسك في العصاية من النص. النفي خبرة السنين مع اللي زي حالاتنا، النفي اللي بيبقى فيه مدح وماسك العصاية من النص تأكيد للمؤكد بالظبط. يعني هو زي ما بقول لحضرتك، يعني هو بالنسبه لموضوع امير توفيق انا عايز حد يجيب لي صفقه الاهلي تعاقد معاها منذ تعيين امير توفيق مسؤول لجنه التسويق والتعاقدات، وامير توفيق ما طلعش يعني نفى الموضوع. امير توفيق كان مع يعني سيف زاهر في اوني سبورت وقال له احنا ما بنفكرش في ضم مصطفى البدري تماما، وما تواصلناش مع حد من الانتاج الحربي تماما. الصبح كان امير توفيق منزل ال مصطفى ما ينفعك تبقى معايا واسالك برضه، ما هو برضه كلام الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد ما طلع من المحكمه برضه عن اشرف بن شرقي بهذا الشكل اللوجيك وهذا الشكل الراقي كان مفاجاه، قال لك هو حر ويعمل اللي هو عايزه وعقده منتهي معانا وده زي ابني وبيجي لي المكتب كل يوم. الناس اتصدمت من رده الفعل. هو ما كانش فيه قدامه اي حاجه غير كده، لانه لازم ان هو يعلن الموضوع ده. خلي بال حضرتك برضه هو الخبر لما انتشر بالليل في وقت متاخر، الناس كلها بدات تتكلم ان خلاص اشرف بن شرقي بقى موجود في النادي الاهلي. الموضوع عند نادي الزمالك منتهي تماما من شهر يناير او منذ قدوم
المجلس وجلسوا معاه اكتر من 4 مرات وهو رفض التوقيع والتجديد مره اخرى، حتى بقول لحضرتك رفض ان هو يعمل تمديد شهرين، فبالتالي الموضوع منتهي تماما اللي هو يكون موجود في الزمالك. لكن هم موضوع ان هو يروح للنادي الاهلي، هم عندهم معلومه مؤكده ان النادي الاهلي قعد معاه، وعندهم معلومه مؤكده ان النادي الاهلي وصل لاتفاقات بعيده المدى مع اشرف بن شرقي، الاتفاقات دي وصلت لمرحله ان خلاص الموضوع كان منتهي، فهو موضوع ان هو لازم يقول للراي العام ويقول للاعلام ان ايه المشكله، ده احتراف واي لعيب عنده استعداد ان هو يمشي ما دام عقده انتهى، احنا ما عندناش اي مشكله، ودي سياسه هو هيبدا يتبعها الايام اللي جايه عشان خاطر انت عندك في كم مش قليل من لعيبه الزمالك عقودها هتنتهي او بالفعل عقودها خلاص يعتبر ان هي انتهت، ويحق لهم التوقيع الفتره اللي احنا موجودين فيها دي، واللعيبه دي كلها حصل لها موضوع جس نبض وكلهم رفضوا التوقيع لنادي الزمالك او التجديد لنادي الزمالك، وبالتالي هو عارف ان ابو جبل مش موجود، طارق حامد مش موجود، عارف ان زيزو ممكن يستخدم موضوع الشرط الجزائي ويكون مش موجود، عارف ان بن شرقي خلاص مش موجود، فالموضوع لازم يبقى للراي العام وبالاخص موجه لجمهور الزمالك ان احنا كاداره الزمالك اي لاعب مش حابب ان هو يكون موجود معانا فاحنا ما عندناش اي مشكله، الباب يفوت جمل، والكلام اللي احنا عارفينه اللي هو ممكن يتقال في الراي العام يعني من وجهه نظرهم اللي هو اداره الزمالك عملت اللي عليها وعندها برضه سقف تعاقدات مش هتتعداه وهي بتتعامل مع اللعيبه بطريقه احترافيه. اشكرك شكرا جزيلا صديقي مصطفى حسين خليل وتحياتي ليك ودايما بالتوفيق ومتالق دايما يا درش، وبشكرك على كرمك وتواجدك معانا. ربنا يخليك يا فندم، الشرف ليا وكنت سعيد بمداخلتي مع حضرتك، يعني حد من اساتذتنا اللي هتعلمنا منها وهنفضل نتعلم منها على طول. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا.